السلام عليكم، نورت شباب. يوم جديد وفيديو جديد. طبعاً جانا هدية من المتابعين، 6 طيور بس بيهن 2 قنبلات قنابل. تمام، يعني بيهن 2 بيهن زوج، فتشي خرافي. هدية وصلتني اليوم من أحد المتابعين وتحياتنا إلي. تمام، هسه راح أطير الجوقة ونشوفكم الطيور. هاي الطيور، هاي جوقي طارت. شوفوا 25 واحد، حتى البصراوي الاحمر مال البارحة فتحت. هاي غريب، فوقها هين. يا الله بلكي يخبط شي. لا راح قبر. دخبط ايش عندك تاكل هناك؟ هاي جوقي 25 واحد، ناقصها 25 يصير 50 ويصير ان احلى جوقي ما المشجرات. تمام، وين الاحمر؟ هذا البصراوي. قدامكم شوفوا، يعني ناقصها 15، لا يا 15 25 طير. وين البصراوي؟ هذا وياهم. اشوفكم الطيور اللي وصلتني، العدد 6. الطيور اللي وصلتني عدد 6. تمام، هاي الطيور زي نزلن. اشوفكم الطيور. هاي البرج مال الطيور اللي ما طيرهن. يعني شلون؟ هنا هسه اكو 6 جنح نسل مثلا. هذا واحد، شوفوا جنحه نسل هيج، بيهن 6 نسل وبيهن 3 مضروبات تيب. يعني بس شوية يتعلم على السطح هنا، عودة حولهن هناك، هذاك البرج يصير برج العودة. تمام، يعني بس الطيور اللي يطيرن خليهن هناك. تمام، بهاي الحالة هم يزيدن الطيور بالمطيار، وهذن هنا نستفاد منهن، يبيضن هنا ويبقن هنا، هذني نتونس عليهن ونطيرهن. تمام، هاي جاي نزلة نسه. شوفكم الطيور، هن 6، هذا واحد منهن تار. تمام، هذا واحد من هنتار، وينه؟ هذا واحد من هنتار ايران. تمام، هاي الاحمر، هاي صار نجيد 2، هاي الايراني الاحمر. ذني طبعا شوف، بس هذا اللي ببالي. هذا هو طرف قلمين، قال لي هذا دربالك عليه لان الطير يعني احسن للطير هذا، قال. هو اكيد انا ما طير، هو نسيته. تمام، قال هذني امانه عليك لا تطير. ليش؟ ذني فرخاته ما يرجعن ورا 8 ساعات على كلامه. تمام، هذني طيوره وهسه جاي يشاهد الفيديو وتحياتنا اليه. قال هذني زوج نهائيا لا تطيرهن، طير فرخاتي. تمام، قال هذني زوج يعني رز قديم وذكيات حيل، فرخاتن يصيرن كلش ذكيات. قال هذني طيرهن ما ينزلن يمك، فاحسن شي لطيرهن. قلنا تمام، هاي زوج واضحة قدامكم، واضح. هاي الفحل والنسي وراه، هذني متراهمات. قال هذني لا، هذني طيرهن. قال هذي ذب على عودة ويا الجوقي ايراني احمر. هذي وهاي التار، هاي 4 بعد 2، وهاي الايراني ذي الازرق دسته بعد واحد، ويني. وهذي هذني طيور الولد من احد المتابعين وصلتني اليوم وتحياتنا اله. هاي جبته البارحة. تمام،
هاي راح ازوج على هذه، هذه القلمين ازوج على هذه النتيل جابه من طيارة. تمام، لان الطيور قدامكم ما شاء الله. اذني اذني خرافي اذني اثنين. هاي ديل ازرق دستي، شوفوا ديل ازرق دستي. هذني راح نطيرهن ثلاثة والتار اربعة وزوج رانيات لا ما نطيرهن. هاي جوقة نزلت، فالإيرانيات الثلاثة أو الأربعة بيهن جناح النسل هم راح أذبهن هنا ونطير. تمام تمام، دن الطيور فوق هنطيرهن هنطيرهن. طارين لا ما ادري جاي نزل اوفن. طيور تعبانه، شلون تعبانه ما طائرات ما داقهن على مو. هاي الطيور تعبان، شوفكم اذني. هذا خلي الجو ابيض مال الايرانيات، وهنا همينه بيض ماتور. تمام، ذن شيذ بين هاي رزي وفحل ماله، هذا الباكستاني الكلبشة يذيب بين رزي كلبشة، يعني رزي يلعب. تمام شوفوا هذا طير كلبشة يلعب جنحة نسي، هذا بس يطلع جنحة اسحب ذيله ويا جوقة طبق خوش حكي، بس يطلع جنحة ويا جوقة نطير. هاي البرج راح يصير للطيور اللي طيران، هاي البرج برج الجوقة طبعا، والما يطيران النسل والمقصوصات هناك ذاك البرج خوش حكي. جوقة اختفت راحت لي وراي، شوفكم اذني. هذني هذني فشي خرافي هذني اثنين. هاي الاحمر خوب، هذا هذا كبير بالعمر مثل ما جاي تشوفون. نسيتي طارين نزلت تمام. هذا شوي مريض. تمام، هاي 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 بمرض الصرع والمرض النوكايسي ان شاء الله هو طيب. هذني راح ازوج مثل ما قلنا لكم، وهذني مزوجات لا هذا وهذا عفوا، هذني مزوجات يعني كلهن زوج زوج، ويعني خليهن هنا حلات حتى يبيضن يتكاثرن هنا. نزل خلينا نطيرها خلينا نطيرها خلينا نطيرها خلينا نطيرها. ديني 25 طير 25 طير. طار الجوقة المتواضعة، الجوقة المتواضعة. هاي الطيور قدامكم جاي طيران ما شاء الله ملتمات، يطيران منتظم يعني منتظم ملتمات جوقة. شوف هذني البطة بطة راحن جفلين الطيور جفلين.
هاي جوجل متوافع ناقصها 25 طير. ذاك البصراوي نزل هناك على الإمارة، لا والله ما نزل ما نزل، يجي يجي بس لا ينزل هن كلهن، لأن الجوجة مو قوية شباب. الجوجة صار لها تنزل، لو تنزل هناك لا تطير. الجوجة صار له نقول 3 أسابيع، نقول شهر. الجوجة صار له شهر هناك، بعدهم مو قويات. شوفوا اشترن هناك. نختم الفيديو، ما أريد أطول عليكم الفيديو حتى ننشر نشر يومي. ان شاء الله عجبكم الفيديو، لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة والمشاركة الفيديو. شكرا للمشاهدة، تحياتي لكم. هاي البصراوي طبعا جاي يطير، لا فر ولا لعب، هذا غريب. بلكي يخبط وياه لما نسد الفيديو، لا اي غريب اي شيء حط علينا اصور لكم. تحياتي شنو تحياتنا لكم، يلا ما اقطعها.